وهلا صبايا، بعد ما كبسنا حددنا انه يكون ليفت رايت او بوتوم، وحددنا موقعه 100%، بكبس رقم واحد برجع عندي هون تظهر لي هاي القائمة، بيكون هو صح هيك. ملاحظين كيف النهايات مش حلوة؟ لما انا بشيل الصح من هون شوفوا نهاية ما اجملها، صار هيك ارتب وصار عندي كورنيش 100%. طبعا ممكن اكبر حجمه اصغر حجمه، ما عندي مشكلة، يعني انا بقدر اشتغل عليه. يعني هلو اجت حتى حذفت هذا ما بتأثر، ملاحظين؟ طب لو انا اجيت كبرت، خلينا نشوف ممكن هل بتأثر ولا لا. برضو ما تأثر، الشكل هاد ما تأثر شكل المسار فيه نهائيا. اوكي، خلينا نشيل الامر او هذا الخط نشيله ونحطه لورا شوي نبعده. هلا انا عندي هذا المسار، طبعا اذا ملاحظين اذا شلت المسار لف المسار هذا عم بتأثر فيه، ننتبه هاي النقطة، لو عملت هيك هذا عم بتأثر فيه. اوكي، لما نحذفه عادي ما بصير اي شيء، بضلوا هذا موجود الشكل اللي طلع معانا نتيجة جمع الباث مع الشيء. طيب اوكي، انا بدي ارسم خط ثاني وبدي ادخل امر اخر اسمه البيفل بروفايل. هذا الامر نفس المبدا رح يعمل معاي بالنسبه للكورنيش، برضه طريقه ثانيه لعمل الكورنيش، وانتم رح تلاقوا الفرق بيناتهم، الفرق بين هذا الامر وهذا الامر. في ناس تفضل تشتغل هذا الامر لوفت، في ناس تحب تشتغل البيفل اكسترود او بيفل بروفايل. حد رسمت مسار جديد، هذا هو المسار تبعي، بروح على بروفايل على موديفاي، بنزل هون بكبس بي، هي عندي بيفل بروفايل، بكبس عليه. طبعا بحط كلاسيك، اهم شيء بختار كلاسيك، بقول له بيك بروفايل، وبختار عند الكورنيش اللي كنت عامله، ظهر معاي. ملاحظين؟ هي ظهر معاي المسار اللي انا كنت عامله. طبعا بدي احركه بمكان بحركه ما في مشكلة، بدي اشتغل عليه رح اشتغل عليه ما عندي اي مشاكل. هاي الجزمة تبعته، ممكن انا اجي اكبر الجزمة شوي، عم بي بخرج صار برا، نقرب كمان شوي صغيرة. ملاحظين هاي البيفل بروفايل تبعي برضو عمل لي كورنيش واشتغلت عليه بكل بساطة. هلا ممكن انا اجي اشتغل فيه ما عندي مشاكل، ممكن اعدل فيه، بس بدنا ننتبه على شغله، ما في كتير خيارات بالبيفل بروفايل يعني انك تشتغل عليها. لو اجيت انا انتبهوا، لو انا اجيت حذفت هذا المسار انحذف معي، انتبهنا؟ بينما لما حذفته هذا، مع انه نفس المبدا انا ماخذ منه كنت هذا الكورنيش، حذفته ما تاثر، ما تاثر هذا، ما تاثر، بينما هذا تاثر. انتبهتوا كم هذا فرق مهم؟ وفرق ثاني زي ما قلت لكم، هذا له خصائص اكثر واوسع، يعني فيك تشتغل عليه بشكل اكبر، فيك تضيف عليه اكثر من كورنيش على نفس المبدا. هذا لا، شوي جامد اكثر، ثابت اكثر، بعطيني نفس النتيجه بس ممكن نشتغل فيها. لازم نكبر، ممكن لو اجينا كبرنا هاد ما تاثر، شايفين؟ بس اذا انا اجيت عملت له ديليت انحذف معي، نتبع هاي الشغله كثير. هاي الامرين هدول بيعملوا لي كرانيش، بيعملوا لي شغلات ثانيه. ممكن خلينا نرجع هذا مكانه عن طريق سنابينج موف، بقرب باخذ لي زاويه بمسكها عشان احطه مكانه. انا عادة بشتغل على اللوفت اكتر شوي، ما بحسه ارتب وبحسه بعطيني اللي بدي اياه النتيجة. تمام صبايا، مش قاعد معي كاين صح، خليني مرة تاني احاول احركه اكتر، اطفي اللوفت. في شيء، تمام، شايفين؟ انا ممكن اجي اشتغل على هذا الامر او هذاك الامر، ممكن اعمل الكورنيش اللي بدي اياه بناء على موقعه وين بدي اياه، ما عندي اي مشاكل، بقدر اشتغل عليه واعطيه النتيجة اللي بدي اياها بالطريقة اللي انا بدي اياها، برضو ما في اي مشاكل. هي عندي كورنيشي وحطيته فوق وطلع 100% زي ما انا بدي. هلا ممكن نطبق اوامر تانية على اللوفت، ممكن نعمل فيه شغلات تانية برضو بتطلع حلوة وما فيها اي غلبة، وجميل الامر رح تستفيدوا منه، رح تشتغلوا عليه كتير 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 هذا الامر. طب في امر تاني حابب نحكي فيه اسمه امر ليف. هذا الامر من طوله، طبعا لو انا اجيت عملت، خلينا نشوف شو بدنا نعمل. بدي ارسم حركة، بدي ارسم عفوا لاين زي هيك، وعندي زي هيك، وهذا هو اللاين تبعي، وهي كمان، عفوا خلينا نرجع
فممكن تطفوا امر سناب وانتوا بتشتغلوا عشان ما تتغلبوش، ما في مشكلة. هذا شوي اعمل هيك. تمام اوكي، بدي اكبس رقم واحد، احاول اعرف شوي في الاشكال هون، اعطيها ممكن فلت. ما عملت فلت ليش؟ لانه تلقائيا مش هيزبط، فاوريدي لازم اسحبه شوي لورا. هلا ممكن اجي اعمل له فلت، ممكن يزبط معاي، شايفين هلا هيك زبطت الفلت. ممكن اجي اعمل لهاي فلت، ممكن اجي اعمل لهاي فلت، اعمل شوية فلت هون كمان، وهون اعمل له فلت، وهون كمان اعمل له فلت للداخل. اوكي عندي هذا الشكل. لو انا اجيت رحت على الموديفاي كبست حرف ال اسمه ليث مش ليتس، ليث ننتبه، ليتس حكينا عنه بيعمل لي الجملون وهي الامور. ليتس مجرد ما كبست عليه اخترت ليتس واجيت ظهرت لهي القائمة، اجيت انا عملت واي زد عم بغير لي في شكله، هي السنتر تبعه طبعا كي واي زد، ملاحظين هي بقدر اغير ماين سنتر ماكس زد ماين من سنتر ماكس الى اخره. هي واي لو عملت هيك ملاحظين شو بصير معي، هي انا عملت يمكن كرسي صغير، يعني هذا ممكن اعمل فيه مشربيات حلوة ما في اي مشاكل. كمان طبعا ممكن اجي انا بكل بساطة ازيد السيجمنت عشان انعه، ممكن لا اخشنه نفس الشي. طبعا ممكن ازيد اللفة تبعته، ممكن اقللها، يعني انا بدي اياه بس هيك يكون. طبعا ممكن ترسموا شكل تعملوا فيه مزهريات، تعملوا فيه اجرين كراسي، ممكن تعملوا فيه مشربيات حجر برضه، هذا الامر كتير حلو بيساعدكم تشتغلوا عليه بعطيكم نتيجة كتير حلوة. طبعا في شغلة تانية، في حد سألني على البرداي كيف ممكن نعمل برداي. بكل بساطة بحط بلان، طبعا هذا البرداي ممكن نعمل في امر اللي حكينا عليه واللي اعطيتكم اياه امر كلوث، بس احنا هنعمله بامر بسيط. خلينا اكبس F4 ازيد السيجمنت شوي، خلينا اكبس عفوا رقم واحد عشان اقدر اشتغل اخصائص الشكل نفسه. بزيد السيجمنت الطريقة اللي بدي اياها، ممكن بس سيجمنت واحد ما في مشكلة. بروح على امر ويفز، بختار امر ويفز، بدي ازيد السيجمنت شوي، ازيد الحركات، كان اجي كمان ازيد السيجمنت العرضي. ملاحظين هيها كان انا بدي ازيد السيجمنت بنعم اكتر طبعا معروف. تمام ممكن انا اجي اعمل هيك، هي ممكن بردايتي بدي ارفعها شوي، برفع الفرزات فيها ملاحظين. خلينا اطفي F4، ممكن اجي على ال FFD، هاي FFD 3 افعل الثلاثة، اخذ هاي واخذ هاي، ممكن اعملهم على موف هيك، ممكن اجي اعمل عكسي طبعا، ممكن لا اجي اخذ هادي بس هاي لحالها واحركها على امر موف كانها برداي ما في مشاكل. ممكن العب فيها بامر FFD بتعطيني نتيجة حلوة، يعني شو مكان بقى كان اقدر اعمل فيها. ها هاي البرداي كانها نازلة من السقف صح؟ لا لا يعني فيني اعمل فيها شو مكان، ممكن كمان بدي اعملها بنت على فرق بقدر الفها. ها نعم ممكن الفها بالشكل اللي بدي اياه كيف ما بدكم، ممكن لا الفها بشكل اخر، هي لفيتها ملاحظين. يعني ممكن اعمل فيها شغلات كتير، ممكن تعملوا فيها شو مكان، ممكن نطبق عليها اوامر تاني، ممكن نيجي نطبق عليها امر اسمه نويز. خلينا نجرب، خليني بس احذف البند ديليت نويز، هي امر نويز، هي امر نويز، ممكن انا اجي اعطيها نويز شوي، اجي العب في النويز احاول احركها بأثر عليها، شايفين عم بعملها تشويه كأنه ممكن اجي اعملها تشويه كأنها مجعلكة
بعظيم هي بينت كأنها مجعلكة يعني أوامر ممكن نطبقها مع بعض بتطلع بنتيجة حلوة. هي للي سأل على المبرداي كيف ممكن نعملها على أمر ويفز تطلع معانا كويس. طبعا في كتير أوامر، في كتير طرق ممكن نعمل فيها هاي الشغلات بكل بساطة تعطي نتائج حلوة، بس كيف نعرف كيف نطبق الأمر ونحاول في الأمر أكتر من مرة. معلش مش مشكلة، بالأخير بنطلع بنتيجة بتطلع نتيجة يعني حلوة وجميلة. الله يعطيكم العافية، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. اي استفسار انا جاهز، واعذروني اذا الفيديو ما بتجاوز ال 15 دقيقة، بس البرنامج هيك بيسمح لي، وكمان عشان سهولة الرفع بالنسبة لنا احنا بنقدر نرفع على اليوتيوب، بنقدر نرفع على اكثر من موقع عشان نقدر نوصلكم اياه. يعطيكم الف عافية. صباح